هذا الكف مشان ما تحاول تاني مرة تقطع طريقي أو تفكر تقرب علي. بس أنا عم بقطع طريقك مشان أقول لك إني بحبك. لك عم تعيدها مرة تانية؟ لك أنت ما بتصحي. لك يا بنت الحلال أنا بدي إياكي على سنة الله ورسوله. والله العظيم عم بستنى لحتى أجمع قرشين وأجي أطلبك من أبوك. إن شاء الله. إن شاء الله اصبري علي ولا توافقي على ابن المخشعتين إن شاء الله. أنت ما دخلك على مين بوافق ومين بدي يتجوز. انت واحد قليل ادب ومالك مربى وانا ما رح اخبر ابي واخي بس مشان ما يقضوا حياتهم بالحبس كرمال واحد مثلك. يا ابو بشير طلع لعندي يا دين الشرف طلع. لك اي والله لا اطلع بروحك. الله يرجع الحق الله يخليك ولي على عبدي الله يستر. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. ولك ما حدا قليل الشرف غيرك انت فهمان؟ لا عم بلا انتوا قليلين شرف ما رح خليكم بالحارة ولا رح خليكم توسخوها. لك انا رح ورجيك الوسخ على اصولها. ترك يا ابي ولك بتقلي. شو بلا يا جماعة وكل الله بشير والله بعرفك اروع من هيك. شو بك؟ ماشي كرمالكم رح اسكت هالمرة ورح اتركك عايش بس اقسم بالله العظيم اذا بسمع حدا عم يجيب سيرتنا بالعاطل تاني مره لاحسب الله ما خلقه. بس واحد الله بشير واحد الله واحد الله فرطوا لنا هالمسبح. فوت عمي بشير فوت على بيت فوت يا ابني فوت بشير فوت فوت ابني فوت. وكلوا الله يا جماعه وكلوا الله. روق عمي ابو سعيد. انا بورشيكم راح اشتكي عليكم للكركون. الكركون ما راح يعمل لك شيء يا ابو سعيد. اصبح باخذ حقي بايدي. لك يا اخي القتل والضرب ما بيفيد خلاص أنا رح حلها. وشلون بدك تحلها بقى؟ امشي لشوف. امشي جري. طالما بدهم يروحوا يشتكوا علينا للكركون مشان يطلعونا من الحارة، إيه أنا هلا بدي روح أبحث. وحيد الله بشير شباب، وحيد الله ما خليتني كمل كلامي. لكن مزبوط راحوا على الكركون، بس اليوز باشي ما رضي ياخذ المعروض لأنه لا أنا ولا بيت عمي أبو حمدي رضينا نبصم عليه. الله حيك، الله حيك يا عرفان. إذا هيك كتر خيرك يا عرفان كتر خيرك. ولو يا بشير انت اخي وانا ربيان عندك هون بالبيت. انا خلوني روح مشان ما يستعوقوني يعرفوا انه اجيت لعندكم قلت لكم. يلا السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمه. خدمنا طيب معي. يلا شرف شرف عم يعرف. يلا 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 السلام عليكم. يلا يخرب بيت اهل الحاره والله اللي طلع من هون ما طلع من كلاب الارض. لا تاكلوا هم يا الله. لا تاكلوا هم. بإذن الله لح يجي يوم يتمنوا إنه يسامحهم ونرضى عليهم. إلهي إلهي بيجي هاليوم. لوين يا أبي؟ رايح شوف شلون بدي حل المشكلة. جاي معك. لا خديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شرف. والله كان جاب الغلا. أنا جاي مشان حل المشكلة. مشكلة يا بشير ما بتنحل لتثبت براءتك انت وحرمتك. براءتي من شو؟ بشير انت عم تسمع منيح شو عم يحكوا اهل الحارة عنكم. كله كذب بكذب الكلام وكله افتراء. ماشي اذا عم تقول انه هذا الكلام كذب بدنا نسأل الداي. نسأل الدايم وأنا واثق من نظافة بنتي. بس يا ويلكم من ظلام ليلكم إذا طلعت بنتي بريئة. عرفان وشك لعند الداي خليها تسبقنا على بيت أبو بشير. هي أمرك مختار. يلا عن إذنكم. الله معك. حسبنا الله ونعم الوكيل. سمعت يا مختار؟ سمعت شو قالت الداي عن بنتي؟ قالت إنه أبيض من البياض وأطهر من الطهارة. مختار لحنا هلأ وعلى الحارك بدنا نعرف مين اللي طلع هالقصص علينا. بصراحة يا جماعة أبو سعيد وأبو حسان إن اللي حكولي. معناتها أنت ورا هالقصص كلها. إيه والله لا أطلع بروحها. أعوذ بالله بشير. أعوذ بالله أنا ما بحكي بأعراض الناس. ما دخلني بالحكي اللي صار على شرفكم. لك مين اللي دخله آه؟ لك مين؟ ابن حماي هو اللي قال لي دير بالك على بنتك من بنتكم. وأمني إنه ما أقول لحدا مين اللي حكاه. لا بدك تحكي وتقول. ولك احكي جيبك ساكت. احكي أحسن ما أطلع بروحك بقى. هاللي حكى رفيعك وصاحبك عرفان. خلصنا خلصنا.
لك تركوني واسمعوا. تركوه 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 يفش قلبه يشوف. ولك عرفان ولك عم تغدر فيني وتحكي على شرفي وخليت سمعتي بالحارة تحت الأرض. ولك ليش؟ أنا لازم هلأ أطلع بروحك قدامه كلياتهم. لك هلأ لك تركوني. خلاص خلاص تركوني لأخذ حقي منه لهالواطي وأخذ حق شرف أختي. لك ما راح أتركك تنبلي فيه وتروح فيه بحبل المشنقة مشان واحد ما بيستاهل. لك فتت على بيتي وتربيت مع ابني بشير وأكلت من أكلنا وبالآخير يطلع معك هيك فصل. يا عيب الشموم عليك. طلع فيه لهون. إذا بدك تضل ساكت رح أجيب ابن حماي وخليه يكذبك ويحطه على عينك. ليش هيك عملت؟ ليش هيك عملت؟ هي جبرتني مختار. ولك مين هي؟ ومن وقتها صرت أفكر بكل المجانين. لا عاد أعرف أنام ولا عاد أعرف لا أكل ولا أشرب. صرت أفكر مثل الأولاد الصغار وطلع معي أنه لازم أنتقم. انت غلطت مرتين. اول مره وقت اللي قطعت علي الطريق وثاني مره وقت اللي فضحت على البنت. اقسم بالله العظيم انه كانت نيتي صافيه. نيتك صافيه؟ لو كانت نيتك صافيه مو هيك بتتصرف. هي قسيت علي مختار. هي قسيت علي. ايه حقها تقسى عليك لانها بنت اصول، بنت شريفه، بنت نظيفه. انت بالاساس كان لازم تفوت على البيت من بابه وتطلب البنت على سنة الله ورسوله. اقسم بالله العظيم انه انا كنت بدي افوت من بابه، بس كنت متاكد وقتها انه عمي ابو وشي ما راح يقبل لانه ما معي مصاري وبيتي بالاجار. من امتى عمك اب بشير بيسال على المصاري؟ عمك اب بشير بيسال عن الاخلاق الزلمه، عن شغل الزلمه. أنا غلطت عمي أبو بشير. أنا غلطت وغلط كبير كثير. ورقبتي بين إيديكم. اللي بدكم إياه أنا جاهز. شو ما بدكم. بشير. سامحني إن شاء الله. سامحني. ما لح سامحك. لحتى تصلح غلطك. وتوقف للفضيحة. اللي عملت لنا اياه. يا جماعة أنا رح حل هالموضوع وانهي كل هالمشكلة. شلون؟ أبو بشير أنا بيشرفني أطلب إيد المحروسة بنتك لعرفان على سنة الله ورسوله. شو؟ تكاليف العرس كلها عندي. شو يا أبو بشير؟ شو قلت؟ مع انه عرفان عامل شغله كبيره كثير كثير وصعب يتسامح عليها، بس انا من جوات قلبي بسامح وبيشرفني كمان يكون صهري، بس هي بدها موافقه البنت. معلوم هذا الصح.